بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. جاني سؤال لطيف قوي من احد الاخوه بيسال ببساطه شديده انه قرا كتير عن حاجه اسمها بذل الذات. فبيسال بيقول ايه المقصود ببذل الذات؟ عايز اقول برضو بنفس الطريقه البسيطه اللي الاخ بيسال بيها، اقول له ان بذل الذات يعني ان الانسان بيسلم نفسه تسليم كامل لربنا، بيتكل على ربنا من كل ارادته ويقدم كل حياته جسده ونفسه بكل طاعة وثقة ودون خوف أو شك، ربنا يقودها ويوجهها حسب مشيئته الصالحة المرضية. التعبير اللي قاله معلمنا بولس الرسول يستودع نفسه كما لخالق أمين في عمل الخير، فتبقى مشيئته خاضعة وذاته تبقى مستخبية مختفية في مشيئة ربنا وفي إرادة ربنا، وتبقى النفس ديت عرش لله، ويبقى الإنسان متكل على ربنا من كل قلبه يقول يا رب دايما لتكن مشيئتك. لكن طبعا عايز أقول ملاحظة مهمة جدا، إن ده ميبقاش مجرد موقف عارض أو حاجة يعني طارئة أو حاجة اعتراضية، ولكن يبقى موقف ثابت طول الحياة. يبقى كل الإنسان في كل وقت عنده اختبارات وعنده ثقة في اتكاله على ربنا، وحتى في التجارب والشدائد والألام والأمراض وكل الحاجات دي يختبر هذا الإيمان. وأقرب تشبيه لينا هو تشبيه بتاع الطفل اللي بيبقى ماسك في ايد أبوه أو أمه وبيعدي الشارع، بيبقى مدي ثقة كاملة للأب أو الأم إن هم يعني هيحافظوا عليه، يعني حاطط ثقة كاملة في محبة والديه ورعايتهم وقدرتهم. طبعا مش هيعرضوا ابنهم للخطر، مش هيهملوا حمايته ولا حفظه، ولكن هيهتموا بيه. وفي سفر أشعياء الآية بتقول إن حتى ممكن الوالدين ينسوا طفلهم، يقول هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك، هوذا على كفي نقشتك. فإذا كانت ربنا محبة ربنا بهذا القدر، يعني الابن بيسلم حياته كاملة لربنا. لكن طبعا هذا التسليم ما بيعطلش أبدا ممارسة العبادة والسهر وطلب المعونة أو الكف عن التأمل والتفكير في أداء الواجب أو بذل الأمانة المطلوبة في الجهاد الروحي. يعني بذل الذات ما هوش دعوة للكسل أو الإهمال أو التهرب من الجهاد وممارسة الحياة، ولكن الإنسان المتكل على ربنا بيعمل الدور اللي عليه، نفس الدور اللي بيفكرنا بالتلاميذ لما المسيح قال لهم القوا الشباك، يعني اللي اعطاهم الصيد الوفير الكثير ما كانش محتاج انهم يرموا الشباك عشان يجيبوا الصيد، ولكن عملوا اللي عليهم، في واجب عليهم لازم كانوا يعملوه. او الانسان المولود اعمى لما المسيح قال له اذهب واغتسل في البركه، في بركه سلوان، فمضى واغتسل واتى بصيرا. لو كان الرجل ده ما صدقش كلام المسيح او يعني استصعب حكايه ان هو يروح البركه يغتسل ما كانش شفي، لكن اتكاله على ربنا هو اللي خلاه ياخد بركه هذه المعجزه. او في اقامه العذر لما طلب منهم انهم يرفعوا الحجر، ف يعني طب اللي قوم الميت مش قادر يرفع الحجر، ولكن الانسان عليه واجب لازم يعمله ويؤديه وبعدين ربنا يتدخل بالمعجزة. أو مثلا لما أشبع الجموع، تسوى إيه 5 خبزات و2 سمكتين أمام 5000 نفس من الرجال هياكلوا ما عدا النساء والأطفال، واخدين بالكم؟ وهكذا ربنا بيحب الحاجة القليلة وبعد كده بيستخدمها ويفتح بيها الأبواب الواسعة. ده المقصود بكلمة بذل الذات. وكثيرين من الأمثلة الجميلة في الكتاب المقدس تعرضت لهذا الأمر، نذكر منها مثلا إبراهيم لما ربنا أخرجه من أرض وأهله وعشيرته قال له أخرج للأرض التي أريك إياها، أو لما طلب منه أنه يقدم ابنه إسحاق اللي بيحبه الوحيد محرقة، فخد إسحاق بجد ورايح يقدمه
محرقة. وبولس الرسول شرح لنا القصة دي لأن هو خد وعد إن من إسحاق هيجيب نسل. طيب إزاي هيجيب نسل وربنا بيقول له قدمه محرقة؟ فقال إن الله قادر على الإقامة من الأموات، حتى لو قدم ابنه ومات كان قادر إن هو يقيمه من الأموات. أيضا يعقوب لما كان هربان من وجه أخيه عيسو وبعدين خرج في البرية ومطمئن ومتكل على ربنا وجاب حجرة تحت دماغه ونام نوم هادئ وجميل، فإذ بيه يرى حلم ويرى سلم ممتد من الأرض للسماء والملكة صعدة ونزل عليه. فلما صحي من النوم قال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، ودعا المكان بيت إيل يعني بيت الله. وأيضا يوسف لما اتغرب وإخواته كانوا سبب في غربته وفي آلامه، وبعدين في نهاية القصة بيقول خبرته لإخواته يقول لهم لستم أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله، أنتم قصدتم لي شرا والرب أراد به خيرا. وأيضا موسى النبي أيضا لما ولد في أرض مصر وجي يخرج عشان يقود شعب الله للخروج من أرض العبودية قال عليه معلمنا بولس الرسول في العبرانيين، قال ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى. وهكذا امتلأت السير الآباء الأولين بأمثلة طيبة في بذل الذات والاتكال على الله من كل القلب. ويقول معلمنا بولس الرسول لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح وسعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع المسيح لأشهد ببشارة نعمة الله. هكذا امتلأت سير الآباء كلها بأمثلة طيبة للاتكال والإيمان وبذل الذات من أجل أن هو يربح علاقته بالمسيح. شكراً.